آلية ترجمة النص الأدبي دائما ما كانت تؤرق الأدباء والمترجمين على حد سواء، خاصة أنها تختزل ثقافات شعوب بأكملها، كيف لا وهي تسعى إلى زرع النص الأدبي المترجم في ثقافة جديدة على أن يكون متقبلا لدى المتلقي. هذه الإشكالية سعى إلى دراستها ملتقى ترجمة النص الأدبي بين سلطتي النص الأصلي وملتقى الترجمة الذي جرت وقائعه بمعهد الترجمة جامعة الجزائر 2 بحضور أساتذة وباحثين في المجال. مهدية كركوت زاغ حضرت الملتقى وعادت لنا بالتالي. ترجمة النص الأدبي إشكالية يقع فيها المترجم على اعتبار أنه يسعى إلى ربط العمل الأدبي بالحضارة التي أنتجت هذا العمل وتواصل القراء معه. لا شك في أن الترجمة هي أداة مهمة لعملية النقل هذه، وكلنا يعرف أن هناك فجوة علمية كبيرة بيننا وبين الدول المتقدمة التي تخطو إلى الأمام بشكل متسارع جدا مقارنة ببلداننا العربية. فالركود هو ركود اللغة، واللغة في حد ذاتها ليست ألفاظا بل فكرا وفنا وأدبا وثقافة ومعرفة، وبالتالي يتيح هذا الملتقى الفرصة للغتنا أن تتلاقح وتتحاور مع الثقافات العالمية الأخرى. فالترجمة كما تعلمون هو جسر كل أبعاده، جسر تواصلي وثقافي، والترجمة هي أداة لنقل العلوم كذلك. ملتقى ترجمة النص الأدبي بين سلطتي النص الأصلي ومتلقي الترجمة طرح عدة إشكاليات وأمثلة واقعية عن ترجمات أدبية. الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو يعني فتح باب التفكير حول الترجمة الأدبية التي تعد نوعا يعني صعب مقارنة بترجمة أخرى، يعني لا يتم أخذ بعين الاعتبار فقط النص وإنما جمال النص وجمال الأسلوب وكيف سيتم تلقي هذا النص. ترجمة النص المسرحي بين الاقتراب والاغتراب، وأخذنا كنموذج للدراسة كعينة للدراسة إحدى الترجمات مختلفة لإحدى المسرحيات الأمريكية العالمية، وهي ترجمة تماثيل الوحوش الزجاجية لتينيسي ويليامز. لماذا؟ باعتبار النص الترجمي هو نص أدبي بامتياز، ولكن تنطوي ترجمته على العديد من الصعوبات. فالنص الترجمي هو نص أدبي ولكنه ليس تعبيريا بالدرجة الأولى، هو نص أدبي ولكن لديه بعدين، بعد مكتوب وبعد منطوق، فهو يؤلف أساسا من أجل العرض. الآن كيف يتعامل المترجم مع البعد المنطوق؟ L'exemple que je souhaite donner, c'est la traduction de l'ouvrage de Fin d'Alger dans le rapportement d'Assia Djbal, qui a été traduit en 2017 par un groupe de traducteurs algériens, qui a été traduit en France par un groupe de traducteurs algériens. Et justement, il y a eu un gros travail là-dessus qui a été fait, dans le sens où il y a eu un travail traductologique où les traducteurs ont opté pour une traduction retour, c'est-à-dire qu'ils ont pris en compte l'arabe algérien, et donc ils ont voulu mettre l'Algérie à l'honneur à travers la culture et à travers la langue arabe. إذن تطرح عملية الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية جملة من القضايا المنبثقة عن ما هو حضاري، ثقافي ومعرفي، تستدعي الوقوف عليها لدراستها ومناقشتها، خاصة النص الذي يزخر بقيمة جمالية وإنسانية.